عبد الله خدمت في العسكر وتعطبت عندهم، خلاو لي 60% ديال العز، مخلي لي 9885 ريال، وعندي مرز مزمن وراه تنطلب في الجوامع تنسعى باش نشري الدواء. وهذا هذا الصالير هذا راه والو، 9885 ريال راه ما دير ما خدام ما والو، عاطل على العمل. ومرت عندي 18 غرزه في داري، فتحوا لي في الماريفي وخلاو لي 60% ديال العز، ما خلاو لي والو. شكرا، عاش الملك. رحمه الله تعالى وبركاته. هذه الفئه هذه قدام المحاربين قدام العسكريين، جينا واقفين وقفه سلميه تناشدوا فيها جلاله الملك محمد السادس نصره الله، اللي يشوف من جهه الفئه المظلومه المحقوره اللي كلها دافعت على ارض الوطن. يعني الاخر فينا، الاخر فينا ضارب 24 عام 26 عام تماك، مخلي دمه تماك، مخلي دمه تماك على هذا الوطن، هذا على هذا الوطن الحبيب اللي نفدوه بدمنا وروحنا. والاخوان هنا فينا راه تعرضنا لشي مهزله هنا من طرف السلطه، تعرضنا للمهزله، تعرضوا الناس للمهزله، وحنا دايرين الى وقفه سلميه. وتنتمناو من جميع المسؤولين يردوا البال لهذه الفئه، الفئه الهشه، الفئه المحقوره. حنا راه لا اله الا الله، يعني كل شيء ما طالب ديالنا تنطلبوا باش يتزادنا شويه في المعاش. حنا المعاش كاين هنا فينا اللي تيشد 12000 ريال 14000 ريال، الارمله تتشد 12000 ريال، عندها خمسه ديال الدراري سته ديال الدراري. المحارب كاع اللي يعني انسان ضرب 24 عام سيرفيس الناس مخلين ليه 28000 ريال، اللي كتموت تيحيدوا تيقسموا ديك لا سولدا اللي تيقسموها يعني الارمله ولا مكفول للامه. واحد عائد ان الله غفور، ان الوطن غفور رحيم، عنده فيلا عنده سميتو، انا باقي ساكن تحت من القصدير لحد الان، انا باقي ساكن تحت من القصدير، دار 24 عام سيرفيس، 28 عام سيرفيس، وتتصيبوا باقي تحت من القصدير. لا حول ولا قوه الا بالله. عطيت السيد. السلام عليكم، تحيه للمنابر الاعلاميه اولا وقبل كل شيء. ثانيا يعني كنشوفوا هذه الشريحات مهضومه الحقوق هي اللي تستحق تعيش العيش الكريم، ودائما هذه ماشي وقفه او جوج او ثلاثه، دائما كتجي كدير وقفات احتجاجيه امام قبه البرلمان. لماذا؟ لمطالبه بالعيش الكريم اولا وقبل كل شيء. كتشوفوا المعاش الهزيل ديال هذه الشريحه اللي هو ربما ارمله اللي كيبلغ المعاش ديالها اقل من 20 درهم 30 درهم 50 درهم، ما بالك المحارب اللي ضحى ما بالغالي والنفيس من اجل هذا البلد، من اجل هذا الوطن. كنعرفوا بان الناس قدمات ارواح ديالهم، كانوا في يعني حروا الصحراء بالقلوب ديالهم، قدموا شهداء، قدموا معطوبين، قدموا اسرى الحرب، وخلفوا وراءهم ارامل وايتام، وفي الاخير يعني في الاخير كيشوفوا المعاش ديالهم. هذا يعني كنقولوا بان نقص من المسؤولين، كانوا مسؤولين في الحكومه او مسؤولين في المؤسسه، وحنا كنشوفوا المؤسسه اللي درنا معها حوارات، ماشي واحد ماشي جوج، ولكن لا من يجيب حول هذه الحوارات اللي درنا. كانوا وعدونا بان غادي تكون تحسين الوضعيه، ولكن منذ 2020 ولحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه. اللهم ان هذا منكر، وسنستمر في وقفتنا وفي نضالنا حتى تحقيق جميع المطالب. بكم رحمه الله تعالى وبركاته. معكم بوستان الخضير، متطوع المسيره الخضراء ومحارب سابق، 16 عام ديال الحرب، سنوات العمل ديالي كلها في الاقاليم الجنوبيه. مع الاسف الشديد الدوله المغربيه استنكرت لهذه الفئه هذه اللي عطات الكثير واللي شاركت في الانتصارات العظيمه العسكريه للمملكه المغربيه على اطماع النظام العسكري الجزائري، شاركت في بناء معلمه عسكريه عظيمه طول ديالها 2700 كيلومتر
اللي هي حاليا الامن والاستقرار ديال الاقاليم الجنوبيه. مع الاسف الشديد هاد الناس هادو فين اللي التقاعد ديالو 1417 درهم، هاد الناس هادو فيهم اللي كيخدم عند الناس في البني، كيخدم في الحراسه، فيهم الناس اللي كيدفعوا الكرارس باش يكملوا. هاد التقاعد هذا اللي هو من القرن الماضي، من اواخر القرن الماضي، وشحال ديال الاسعار ارتفعت، واش باقي ساير الاسعار الحاليه؟ هنا كنطرحوا بعض الاسئله. الدوله اللي عاطيه المدرب ديال الفريق ديال النساء، فريق كره القدم النساء، 400 مليون، وعاطيه المحارب سابق 1417 درهم، واش هذه دوله؟ الدوله اللي عاطيه البنكيران تقاعد ديال 70,000 درهم تكميلي، وعاطيه المحارب السابق 270 درهم كتقاعد تكميلي، واش هذه دولة؟ هذه مؤسسات شرعية اللي تعديل الدستور كان سنة 2011، والفصل 71 واضح كيقول باش هذه المؤسسة هذه تشرع قوانين لتنزيل ما جاء في تصدير الدستور من حقوق مقابل الواجبات، العيش الكريم في إطار أو في نطاق تلازم بين الحقوق وواجبات المواطنة. هذه الفئة أدت واجب شريف ومقدس وهو الدفاع عن الوطن. هذه الفئة كانت في جنب الشهيد رحمه الله، كانت في جنب المعطوب، لكن دابا فين هي الحقوق ديالها؟ واش الدولة اللي كتشتت الأموال يمينا وشمالا؟ واش الدولة اللي طلقة الفساد كيدير ما بغى في الجماعات المحلية والترابية، وصندوق التقاعد ديال هذه الفئة هذه ما بغاوش يدعموه؟ كنقولوا اللهم إن هذا منكر، وتحية للصحافة الحرة وللصحافيين الأحرار. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.